نحن قلبنا من الغاز لاني على المازوت بسبب انه قطع الغاز من 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 برا عنتاب من يوم الزلزال بسبب الكوارث والخطورات، وقفوا الغاز، قطعوا الغاز عن كل الافراد. نحن ابتكرنا انه نحن نشتغل على المازوت، فقلبنا الحراق من الغاز للمازوت لكل شخص 3 ربطات، يعني هن 6 ربطات، بحيث الكل ياكل والكل يصل خبز الكل. في ناس الله يجزيهم الخير اجوا تبرعوا بمبالغ انه اخي وزع لنا خبز، او انه انا بدي اخذ اوزع للحدائق للجوامع، الحمد لله 400، الله يجزيهم الخير. وان شاء الله نحن نامل انه يصل الخبز للناس المحتاجه. يا اخي نحن هون جماعه اصدقائنا هون كل الحمد لله سوريين، كلهم جماعه طيبين، كلهم فاعلين خير، الله يجزي الخير. اخونا عمل مستحيل، ولما صار بلش الخبز حط حالته على الواتساب والعالم درب كله لهون الحمد لله، الله يجزي الخير ويجعل له ميزان حسناته. بس مشان يصل دور لبرا، البرا ما يضل البر، خذوا ارجعوا وقفوا على الدور، رجع خود اطعم الخبز. العائلات تاخذني اليوم اي انس، كل البيوت العائلات تاخذني، فضت من البيوت والخبز، بس عم نستناش تطلع بينا سعر بيساعدنا. هاي الشباب هاي 60 تفضل. لا لحظه، هو برا 10.